لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين، ما خاب من تمسك بكم. أمن من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم، كربلاء يا أبو علي، فاطم لا خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي. إذا لطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين بالوجنات. هذا دعبل يستنهض الزهراء في البكاء على الحسين. شاعر آخر يجيب على دعبل على لسان فاطمة: أدعبل شاهدت الحسين مجدلا، فكانت دموع العين ماء فراتي. أتيت إليه رغم كسر بأضلعي، أجر دموع العين بالعثرات. هويت بلطم الرأس للخد عنده، ولطخت من قان الدماء وجناتي. تريبا سليبا عافرا عاريا على رمال كحر الجام متقداتي. فلله فرد يستضيف بصدره مئات من النشاب، تلو مئاتي. وفي خصره رمح، وفي القلب نبلة، ألا من مناد وحسينا. ففي خصره رمحان
وفي القلب نبلة وأعضاء لم تعرف من الضربات، جمعت له الأوصال من بعد رمضها ليدفنها السجاد ذو الثفنات. أدعب لكم وادعوا المحبين للبكاء. هذا خطاب لك يا مؤمن، هذا تحشيد لك يا مؤمن. أدعب لكم وادعوا المحبين للبكاء، فمن بعد أبنائي سروا ببناتي. على أي حال يتامى أياما صارخات النوائحا، أسارى بأيدي الشيم بالغربات، وفيهن بالعسال تقرع زينب. الليلة جمعة يا مؤمن، مصيبة حاضرة في قلبك، وفيهن بالعسال تقرع زينب، وتسحب من عات لآخر عات. ويلي مثل العقيلة ما حد تمرمر من الناس، في ساعة واحدة فارقوها حسين وعباس، واحد بلا كفين والثاني بلا راس بلا راس، وما البطل عباس لا راس ولا يدي. لا حد يسليني بمصاب يا مسلمين، مفجوع قلبي أصفق شمالي واليمين، ليل ونهاري في النياح الذبحة حسين، هل على داسة بنات الأعوجي. أبدا فلا أنسى يشيع الفجيع، مجور ما ينسى المظلوم وبصدر رضيع، ما يغيب عن بالك فيل على الشريع. عباس أبو فاضل أبو النفس الأبي، خليتهم صرعا ومشيت بولية عدايا، أطفال تتصارخ عن شمالي ويمنا، فوق الهوازل والشمور وسنان بحدار، كل ما بكيت الصوت يتلوى علي. خويا خويا لا تقول ما عندي شمروه، هذا بيت صعب يا حبيبي، ولا تقول ضيعتين، اقرأ وياي
انت صاحب دمع صاحب جواب الله يعودك. اخويا لا تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعت ما تدري الشمير بي يسوى سوى يا ترى بصوت على خويتك تلوى ويلي ويلي وعظم عليا دخلت بديوان الارجاء وابن الخنا شفت بقضيبة ينكثر الراس وحسينا زينب ذبحنا حسين وعباس كل ساعة يشتمني ويقول الخارجي ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون وعلى ظالمي آل بيت محمد صلى الله عليه وآله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. في حديثنا عن مشروع الأنبياء والمرسلين وهو المشروع الإصلاحي الذي تحدث عنه القرآن الكريم على لسان نبيه شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهو في قوله تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نتعرض معكم أيها الأحبة إلى عدة أبعاد حول معالم المشروع الإصلاحي المحمدي الحسيني. في هذه الليلة نسلط الأضواء على البعد الأول ونتناول من خلاله أمرين. الأمر الأول حول عظمة الشخصية التي تقود المشروع، والأمر الثاني نتناول العوامل التي تتكون منها شخصية الإنسان باعتبار أن الشخصية الإصلاحية لابد أن تتوفر فيها خصائص معينة لقيادة هذا المشروع الإصلاحي. انجي إلى الأمر الأول وهو عظمة الشخصية التي تقود المشروع. كل مشروع يراد له النجاح هو بنجاح الشخصية التي تقود المشروع، كذلك عظمة المشروع هو بعظمة المؤهلات التي تمتلكها هذه الشخصية الرائدة لقيادة المشروع الإصلاحي. من هنا لابد أن نتحدث عن معنى الشخصية. العلماء ماذا يعرفون الشخصية الإنسانية؟ أحد رواد مدرسة التحليل النفسي وهو فروم عندما يعرف
معنى الشخصية الإنسانية يقول أنها نتاج التفاعل بين العوامل البيولوجية، أي العوامل الوراثية والعوامل النفسية والعوامل البيئية. كل إنسان منا تتكون شخصيته وتصاغ من خلال هذه العوامل الثلاثة: عامل وراثي، عامل بيئي، وعامل نفسي، أي عبر عنه أيضا بعامل التربوي. مجموع هذه العوامل اللي تتكون منها شخصية الإنسان، سواء عوامل وراثية، عوامل كسبية، هي المكون الأساس لشخصية الإنسان. لهذا يعبرون عنها العلماء بماذا؟ يعبرون عنها بالشخصية الإنسانية. هذا تعريف بصورة سريعة. العوامل المكونة لشخصية الإنسان، طبعا العلماء القدماء والمعاصرين عندهم إجماع على أن العوامل الأساسية المكونة لشخصية الإنسان هي ثلاثة، لكن مع تقدم الأيام، مع هذا التطور الآن الحادث في زمانك وواقعك، يعني أكثركم آباء، الآن الزمان اللي تعيشه أنت الآن يختلف عن قبل 40 سنة لو لا، يختلف عن قبل 30 سنة لو لا. فهذا الآن التطور الحادث والحاصل في زمانك وواقعك، مع مواكبة هذه التطورات على المستوى العلمي، على المستوى التطور التقني الذي وصل إليه العقل البشري، طرأت هناك أيضا عوامل مؤثرة في إعداد وتكوين شخصية الإنسان، وإن ظهرت هي بعنوان ماذا؟ التطور، وإن ظهرت بعنوان الاختراع أو العلم الذي وصل إليه العقل البشري، إلا أنها وإن كان في ظاهرها هو الصلاح، هو خير، ولكن أيضا في باطنها أيها الأحبة الكثير والعياذ بالله من الشر. وهذا كله يعتمد على وعي الإنسان، ثقافة الإنسان، إيمان الإنسان، أخلاق الإنسان، تربية الإنسان، ورع الإنسان، خشية الإنسان، تقوى الإنسان. هذه كلها عوامل تعتمد على مدى هذا الوعي الذي يمتلكه هذا الإنسان. فعليه إذن هناك عوامل ثلاثة، خلنا نجي نسلط الأضواء عليها. العامل الأول وهو العامل الوراثي. العامل الوراثي هذا الذي يؤثر بتأثيره على شخصية الإنسان، عامل أساسي في إعداد وتكوين شخصية كل واحد منا. هنا علماء النفس ذكروا ماذا؟ قالوا علماء النفس أن كل خلية من خلايا جسم الإنسان فيها ما يقارب 23 عنصرا من الأشرطة الجينية، هذا اللي يسمونه بالمصطلح العلمي بالكروموسومات، هذه التي بتزاوجها تتكون شخصية الإنسان. 22 عنصر من هذه الأشرطة الجينية هذه تساهم أيها الأحبة في إعداد صفات وشكل الإنسان الخارجي. هذه الصفات: ملامح وجهه، عينه، أنفه، فمه، أذنيه، شكل اليدين، شكل الرجلين، ملامح الظاهرية لشكل الإنسان. 22 عنصر من هذه الأشرطة الجينية هي تساهم في هذه الصفات الخارجية. عنصر واحد هذا يساهم أيها الأحبة في شنو؟ في نقل الصفات المعنوية، مثلا كذكاء الإنسان، المواهب، القدرات، الميول الموجودة عند كل واحد منا، هذه تساهم. طبعا هذه شلون يكون؟ تكون عن طريق الأجداد إلى الآباء، ومن الآباء إلى الأبناء، ومن الأبناء إلى الأحفاد. إذن هذا عامل يسمونه شنو العلماء؟ بعامل وراثي. هذا العامل الأول. العامل الثاني وهو العامل البيئي، أي الحاضنة التي ينطلق منها الإنسان. الحاضنة التي ينطلق منها الإنسان أيضا عامل مهم في إعداد وتكوين شخصية الإنسان. هنا
اختلف العلماء. علماء الغرب يقولون أن هذا العامل كما مثل هؤلاء العلماء أيضا عالم النفس وهو منه جون بريستون، هذا شيء يقول، يقول هذا العالم أن هذا العامل يبدأ تأثيره منذ ولادة الإنسان، بينما علماؤنا علماء الإسلام يقولون لا، أن العامل البيئي يبدأ مفعوله، يبدأ مشواره، يبدأ تأثيره على حياة الإنسان منذ اختيار شريك الحياة. متى ما فكر الواحد منا في اختيار شريك الحياة؟ أنت الآن عندما تفكر في الإقدام على مشروع الزواج، منذ هذه اللحظة التي يتم فيها اختيار الزوجة، كذلك الزوجة عندما تختار شريك الحياة، يبدأ هذا المفعول تأثيره ومشواره في حياة الإنسان منذ هذه اللحظة. شو الدليل؟ استدلون علماءنا ما ورد عن حبيبنا محمد النبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. لاحظ لما يقول النبي أيها المؤمن اختاروا لنطفكم، متى يبدأ الإنسان عند هذا العنصر مفعوله ومشواره يبدأ بتأثيره؟ منذ اللحظة التي يفكر فيها الارتباط بشريكة الحياة. لهذا يقول اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. بعد أيضا في كلمات النبي هنا أيضا التفاتة أخرى، يجي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يطبقها. مثلا الآن أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول لأخيه عقيل: يا عقيل اختر لي امرأة ولدتها الفحول من العرب. لاحظ شوف البعد المستقبلي في كلام الإمام سلام الله عليه: اختر لي امرأة. طبعا جاي الإمام يتحدث عن صفات المرأة، ومو كل مرأة اليوم، كل واحد من أكثركم آباء، ها كل واحد منكم لما أقدم على مشروع الزواج طبعا راح يختار شريكة الحياة التي تتناسب مع ذوقه، مع مؤهلاته، مع شخصيته. هذه حالة طبيعية فطرية، صحيح لو لا؟ مثل ما أن المرأة أيضا تكون عندها شنو شريك الحياة في صفات معينة، تختار خصائص معينة، كذلك الزوج. لذلك هنا يقول لي اختر لي امرأة. طبعا علي بن أبي طالب عليه السلام هو مو عاجز ترى يا إخوانا يا أبا عن علم الأنساب. ليش؟ إلا إذا يقول أحد علماء أهل السنة والجماعة أبو الحديد المعتزلي، ابن الحديد المعتزلي، اللي يقول هذا عقل علي بن أبي طالب هو معجزة الدنيا، ها؟ اللي يمتلك هذا العقل هني يستدل شو يقول؟ يقول إلا الذي يقول سلوني عن طرق السماء فإني أعرف بها من طرق الأرض. هذا اللي يقول علمني حبيبي محمد. علمني رسول الله صلى الله عليه وآله من العلم ألف باب ينفتح لي في كل باب ألف باب. وما ننسى هذا الحديث المعتبر والمروي من الفريقين: أنا مدينة العلم وعلي بابها، إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب من أتاه أتاها. شوف إني لما أبين لك كيف أن علي عليه السلام الذي كان يطبق سنة النبي صلى الله عليه وأقواله بحذافيرها، اختر لي امرأة ولدتها الفحول من العرب، زوجة منه سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. ها؟ ولما يكون عنده زوجة سيدة لنساء العالمين والأولين، ما تحل امرأة مكان فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام إلا أنها تمتلك أيضا شنو؟ خصائص، تمتلك صفات. ولا غرو أن أم البنين عليها أفضل الصلاة والسلام لو لم تكن أيضا مؤهلة للاقتران ببطل الإسلام الخالد وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لما وفقت إلى هذا هذا الاقتران بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. بعد يقول لي: لتلد لي غلاما يكون ناصرا لابني الحسين. شوف حتى يبين لك اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. النتيجة وين تكون؟ ثمارها في هذا
الإنتاجية من الأبناء من الأولاد. شلون العباس وصل إلى هذا المقام؟ شلون العباس نال هذا الوسام؟ شوف هذا البعد اللي كان يشير إليه الإمام سلام الله عليه، لتلد لي غلاما يكون ناصرا لابني الحسين. بعد أيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم وخضراء الدمن. قيل: وما خضراء الدمن؟ قال صلى الله عليه وآله: المرأة الحسناء في منبت السوء. إذن من خلال هاي الروايات اللي أيضا اعتمد عليها علماؤنا تدلل على أن هذا العامل يبدأ مفعولة ومشوارة مع الإنسان منذ اختيار شريك الحياة. هذا العامل الثاني. العامل الثالث وهو العامل التربوي. العامل التربوي وهو ما يتلقاه الإنسان في محيط الأسرة. هذا بعد إخواني آبائي عامل ضروري في صياغة وصناعة شخصية الإنسان. ما يتلقاه الإنسان في محيط الأصدقاء، ما يتلقاه الإنسان في محيط المدرسة. طبعا هذه عوامل القدماء يؤكدون عليها علماءنا وكذلك المعاصرين. هذه عوامل أساسية هي تساهم في إعداد وتكوين شخصية الإنسان. ما يتلقاه الإنسان في محيط الأسرة، وهذا أيضا كما ذكر علماء التربية، شنو يتربى هذا الإنسان منذ نعومة أظفاره، منذ أن يبدأ يعي ما حوله. هذه كلها عوامل أساسية إخواني أبائي. شوف أنت الآن بعض الآباء يقول: والله يا سيد زماننا مو مثل زمن قبل 30-40 سنة. اليوم هذا الزمن اللي احنا نعيشه مع هذا الجيل من الشباب من الأبناء يختلف عن ذاك الزمن اللي كنا احنا نعيشه. انت شايف زمن على قولته مو يتكلم الأب مع الابن، مجرد يخزر الولد الأب على الأب، صح ولا؟ تجد أن هذا الابن بمثابة العبد أمام سيده. اليوم بعض الآباء يقول: والله احنا نتعب يا سيد ونحكي ونوجه وننصح، ها، ونقول: يا بني افعل كذا، سوى كذا، ها، يا بني يتعلم كذا، يا بني يدرس كذا، يا بني احضر مسجد، يا بني احضر مأتم، ها، احضر في مواطن الطاعة كذا كذا الى اخره. فتشوف كثير من الآباء يتوجع راسه يقول: والله انا اتعب مع هذا الجيل. انت اليوم تقدر تربي ابنائك من دون ما توجع راسك؟ تربي أبنائك تربية غير مباشرة. شلون تربي أبناء غير تربية غير مباشرة؟ يعني علماء التربية يقولون شنو؟ أن صلاح الأبوين، إيمان الأبوين، أخلاق الأبوين، الصفات الحسنة اللي تمتع بها الأبوين، كلها عوامل أساسية تنعكس على سلوك الأبناء. إذا أنت اليوم ابن مأتم، أنت بيون ابن حسينية، ابن مسجد، راح ابنك شنو؟ راح يطلع مثلك. إذا أنت عودت نفسك أنت مع الزوجة في البيت دائما أجواء روحانية، قرآن، دعاء، صلاة ليل، زيارة، دعاء، مناجات، ثقافة، قراءة كتب، كل هالسلوكيات اللي راح يمارسها الأبوين راح تنعكس على سلوك الأبناء. إذا بالله عليك اليوم الإبن بدأ يعي ما حوله، ما يشوف أبو مثلا قرآن في حجرة، إذا بدأ هذا الإبن يصل إلى سن البلوغ سن التكليف ما شاف يوم من الأيام أبو يصلي صلاة الليل، أو إن أبو ما عنده ارتباط لا بصلاة جماعة لا بحضور مآتم لا بحضور مناسبات، هذا بالله عليك شلون راح يربي أبناء على تربية محمد وآل محمد؟ وهذا اللي أكد عليه علماء التربية، أن هذا الطفل منذ أن يبدأ يعي ما حوله خلاص يصير يقولون سنون السبع الأولى هي سنون التلقي. يحب يقلد أبوه، يشوف أبوه يلبس دشداشة يحب يقلد أبوه في لباسه، يلبس غطرة نفس الشيء، ذاك البعيد أبوه مثلا مدخن، حتى لو أن هذا الطفل ما يعي مع ما يفعله من إدراك، صح لو لا؟ لكن يشوفه يحب يقلد على ابوه، مثلا يشوف ابوه يدخن يقول انا اريد ادخن، صح لو لا؟ يمكن ما يعي اللي قاعد يفعله من عمل، لكن هذا كله ينعكس على ماذا؟ على سلوك الابناء. كذلك البنت،
اللي تتأثر بأمها إذا شافت أمها في البيت دائما في مصلاتها، ليلة الجمعة ليلة شوفها تقرأ دعاكم، تزور الحسين تقرأ دعاء، تقرأ مثلا كتاب عقائدي فقهي أخلاقي، تتأثر مو اليوم باكر مع هذه السنين اللي تعيشها إلى أن يصل إلى سن التكليف. هل أجواء تؤثر على سلوك الأبناء؟ كذلك اختيار الصديق. الصديق إما أنه يزينك وإما أنه يشينك، صحيح ولا لا؟ أرجع للروايات اللي وردت عن أهل البيت في اختيار الصديق الصالح، الصديق الصادق المؤمن الذي دائما وأبدا يدلك على الله، الذي دائما يأمرك بمعروف ينهاك عن المنكر، الذي يدافع عنك ببطن الغيب. هذه كلها عوامل أيضا إذا اجتمعت وتوفرت تساهم في إعداد وتكوين شخصية الإنسان. وشوف أنت بعد هذا ينطبق على أيضا محيط المدرسة التي يتربى ويترعرع فيها الإنسان. إذن هالعوامل الثلاثة، عامل وراثي، عامل بيئي، عامل تربوي، كل هذه العوامل اجتمعت في عظمة شخصية الحسين سلام الله عليه، مما جعلت شخصية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام شخصية جديرة بقيادة المشروع الإصلاحي اللي تحدثنا عنه في المقدمة بأنه مشروع الأنبياء، مشروع المرسلين. خلنا الآن نجي نطبق من خلال القرآن الكريم على هذه العوامل الثلاثة. العامل الأول وهو العامل الوراثي. العامل الوراثي يتحدث عنه القرآن الكريم في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. من هم آل إبراهيم؟ آل إبراهيم هم كما هو ثابت من خلال الروايات هم آل بيت محمد. آل إبراهيم الشجرة الأساس لأهل بيت النبوة هي تمثلت في شخص إبراهيم عليه السلام، امتدت في صلبه ومن صلبه إلى أولاده ومن أولاده إلى أحفاده ومن أحفاده إلى المتناسلين من ذريته إلى أن تجمعت كل هالخصائص من صفات، من اشتباء، من طهارة، من عصمة، كلها تجسدت في بيت محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. لذلك أصبح هذا البيت أفضل البيوت، أقدس البيوت، قبلة البيوت، قدوة البيوت. ليش؟ لأن هذا البيت لم يحوي إلا المشتبين، إلا المصطفين، إلا الأطهار، إلا أهل بيت العصمة، وهم من أفضل الخلق على وجه الدنيا، محمد وآل محمد. ذرية بعضها من بعض. إذن هذا دليل على أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أنه ينحدر من سلالة كلها أنبياء، كلها أولياء. بعد تقرأ في قوله تعالى: وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. الآية تتحدث عن من؟ عن نوح وعن إبراهيم. أنه ماذا؟ أن هذه الوراثة، أنت الآن الليلة جمعة وتقرأ في زيارة وارث اللي تليت على مسامعكم، أنت الآن لما تقول السلام عليك يا وارث آدم، صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح، نبي الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد. إذن الإمام الحسين عليه هذا دلالة على أنه استحق وراثة الأنبياء، وهذا الموروث وهو مشروع الإصلاح اللي تتحدث عنه الباري سبحانه جل وعلا في آيات عديدة، ومنها هذه الآية التي صدرنا بها مجلسنا، أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام استحق بجدارة وراثة مشروع الأنبياء. أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها،
وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك طهر طاهر مطهر. من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها يا أبا عبد الله. إذن العامل الوراثي يتحدث عنا القرآن الكريم، تتحدث عنا أيضا الروايات التي تدلل على أنها اجتمعت في شخص الحسين سلام الله عليه. العامل الثاني وهي البيئة التي انطلق منها الإمام الحسين سلام الله عليه، البيئة التي أيضا تربى فيها الإمام الحسين، القرآن الكريم يتحدث عنها في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هني يقولون العلماء أن الطهارة بأقسامها الثلاثة: الطهارة الفكرية، والطهارة القلبية أي العاطفية، والطهارة الحركية. هذه الطهارة أيها الأحبة عندما نقف عندها التي تؤكد على عصمة الإمام الحسن سلام الله عليه، وعصمة أيضا الإمام الحسين، طبعا عصمة الزهرة، عصمة الإمام علي، عصمة النبي صلى الله عليه وآله، غني الكلام عنها. لكن لما الآن الطهارة اللي أيضا تشمل من الحسن والحسين سلام الله عليهما، الطهارة الفكرية والطهارة العقلية القلبية والطهارة الحركية، هنا لما يجي يعللون من خلال النصوص الروائية، منها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، يعني هنا تأكيد أيضا على شرعية بكل ما قام به الإمام الحسن سلام الله عليه من حياة في حياته، وأيضا شرعية على كل ما قام به الإمام الحسين في حياته، سواء قام بثورة أم قام بصلح، حتى لو أننا أيضا تبادلنا الأدوار بين الحسن وبين الحسين. ولاحظ أنت التاريخ، مثل ما أن التاريخ انتقد الإمام علي سلام الله عليه، انتقد الإمام الحسن وكذلك انتقد الإمام الحسين. ولو أن أيضا تبادلنا الأدوار بين الحسن والحسين، لن يسلم الحسن والحسين أيضا من نقد التاريخ في كلا الأحوال، أنهما ماذا؟ راح ينتقد كما انتقد أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن هنا عندما يعلل علماؤنا يقولون: من كان سيدا لشباب أهل الجنة لا يمكن أن يعيش الانحراف على مستوى فكره، ولا على مستوى عاطفته، ولا على مستوى حركته أو على مستوى خطه، لأن السيادة هي التي تؤكد على ماذا؟ على استقامة الحسن والحسين، تؤكد على شرعية الحسن والحسين، على طهارة وعصمة الحسن والحسين سلام الله عليهما. بعد: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. هكذا كلها روايات أيضا معتبرة ومذكورة عند الفريقين: أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. إذن هذا العامل البيئي تتحدث عن الآيات، تتحدث عن الروايات. بعد العامل الثالث والأخير، إن شاء الله نترك بقية البعدين إلى ليلة غد إن شاء الله. العامل الثالث والأخير وهو العامل التربوي، على ما تربى إمامنا الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. إحنا نقرأ أيضا هذه الآية في القرآن في قوله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها، اقرأوا وياي: كافور، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره. بعد انصلت نضوء على شنو؟ على هذه الآية: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أنا أشرت في مقدمة العوامل الثلاثة في العامل التربوي، ذكرت العامل شنو من عوامل التربية، هو عامل التربية الغير مباشر. هاي أيضا اللي الآية الكريمة تتحدث عنه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. شو اللي خلى الإمام الحسن والإمام الحسين يمتلكون هذه الخصائص؟ شنو السبب الرئيسي؟
الدرجة الأولى الأبوين. اليوم الأول لما تقول الرواية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إجا المسكين وطرق الباب اللي حمل قرصة، الإمام علي والزهرة كل واحد منهم حمل قرصة وذهب إلى هذا المسكين. اليوم الثاني طبعا الحسن والحسين تأثر بسلوك علي وفاطمة، بفعل علي وفاطمة. يوم ثاني لما جاء اليتيم وطرق الباب اللي سبق علي والزهرة من؟ الحسن والحسين، كل واحد منهم حمل قرصة وراح إلى شنو؟ إلى اليتيم. يوم الثالث لما إجا الأسير وطرق الباب أيضا اللي سبق الزهرة وسبق علي إلى هذا الأسير، منه زينب وأم كلثوم. وهذا اللي انعكس، وهذا دليل على التربية الغير مباشرة، لأن الحسن والحسين منذ نعومة أظفارهما، منذ أن بدأ أن يعي ما حولهما، تأثر بعلي، تأثر بفاطمة. شي اللي يخلي الإمام الحسن سلام الله عليه يحج على رجليه ماشيا 20 عاما؟ شي اللي يكون هذا الارتباط الوثيق وهذا العشق الحقيقي بالله؟ الإمام الحسين يعيش أيضا مع رب العزة والجلازة. يقول الإمام الحسن سلام الله: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لمثلك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الإمام الحسين أنت تقرأ دعاء الله بلغنا وياك يوم عرفة، يقول: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، عميت عين لا تراها عليك رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. شو اللي هذا التأثر انعكس على الحسن وانعكس على الحسين؟ هو العبادة اللي كان يمارسها أمير المؤمنين، اللي يقول عنها الشاعر: هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد الحراب. العبادة اللي كان أمير المؤمنين سلام الله عليه كلماته ترن في مسامع أبنائه، اللي تسحر العقول وتأثر على الألباب، خصوصا عندما يتبتل في دعاء الصباح: يا من ذل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خواطر الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. إذن هذا تأثر على مستوى العبادة، بعد على مستوى البذل الطعام: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أهل البيت جمعة وبينه هالقسمين من الإيثار، إيثار على النفس بالمال بالطعام بالشراب، وروح أنت ارجع لحياة النبي وأهل البيت، هي حافلة بهذا العطاء الذي لا حدود له. وكذلك العطاء بماذا؟ بالنفس. شلون الحسين ما ورث ذلك عن أبيه من كلالة؟ لا، فأبوه أمير المؤمنين اللي نزلت في هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. شوف اللي عنده علاقة حقيقية وعشق حقيقي بالله، أنه لا يبالي بأثمن التضحيات. يقول لحبيب النبي: أو تسلم يا رسول الله، لما دعاه وقال: تعال إن الله أمرني أن أضجعك في منامي. قال: أتسلم يا رسول الله؟ قال: بلى. قال: روحي لروحك الفداء، ونفسي لنفسك الوقاء. الله أكبر. الحسين كذلك، اللي لم يرث من أبيه عن كلالة، أبوه أمير المؤمنين، أيضا هذا العطاء اللي أيضا مو بس يتأثر بالحسين وزينب وأم كلثوم، حتى العباس. وإنت شايف العباس من صفاته شنو أخواني أبائي؟ مو الإيثار؟ الإيثار أيضا جمع العباس. أذكر لك مشهدين وأختم. الأول عندما نزل إلى المشرعة، والعباس تقول الروايات: من يوم السابع لما حوصر الحسين منع عن شرب الماء، نزل إلى المشرعة وقت صيف، وحر شديد وحرب قائمة، ينزل العباس إلى الماء: ما إن أحس ببرد الماء اكتظ عليه العطش زاد.
يقول الشاعر خاض الماي يلا روح بس هي سب بردة غرف غرفة يروي عطش كبدة تذكر لن أخوه حسين بعده دب الماء من كفه وتحسر شلون اشرب اقرا وياي يلا حبيبي ما تم مليان واخويا حسين عطشان وسكنة والحرم واطفال وضن قلب العلي الالتهاب نيران هذا 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 موقف يبين فيه العباس شنو آثر بنفسه بالماء بماذا بعطش تذكر عطش الحسين والنساء والأطفال وأكو أيضا إثار آخر لما دل الماء من فمش كان يقول خاطب النفس يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا الحسين وارد منوني تقول ها من الأخبار اللي وصلت إلى أمه أم البنين يقولون طبيت النهر وطلعت عطشان ورجعت قلبك بنظمة ملتهبني رايان ما صار ما صار مثلك يا الولد كله بالأخوان لجلك لواصل بالبكا نهاري معلم بعد موقف أعظم من هذا الموقف يا أم البنين عندما وصل الحسين إلى أخيه العباس تأمل شوي وياه العباس تقول الرواية كان مخشى عليه لما جلس الحسين وضع رأسه في حجره العباس أفاق ظن أنه أحد الأعداء جاء لكي يقطع رأسه قال يا هذا إن صممت على قتلي فامهلني حتى أنظر النظرة الأخيرة إلى وجه أخي الحسين مو قادر يفتح عيونه عيون فيها السهم نابت والعين الأخرى قد جمد عليها الدم وإذا الحسين أجهش بالبكاء قال أنا أخوك الحسين إيش سوى العباس أنت تعرف يا حبيبي رمى برأسي على التراب مرة مرتين ثلاث ليش أبو فاضل قال أنت الآن تضع رأسي في حجرك بعد ساعة من الذي يضع رأسك في حجره يقولون رأسك يوم حطه بحجره حسين للقاع ذبيت يا عقل ويا ضي العين يا ليت مثلك يا الولد تندبح سبعين لا كان صدر ابن البتولة ترضه الخير عزم شيله للمخيم قال ما هروب مأجور خلي على الشاطئ أعالج طلعة الروم ما قدر أروح الخيام وانظر زينب تنوم وانظر دمع سكنة على الوجنات ساكن ماتم ماتم أنا لنصب على أهل المجن ماتم بدر تم مبلوغة وبدر ماتم ألف وصفة على العباس ماتم يضل مرمي على حر الوطية الله يظل مرمي على حرين
الليل أو تشتكي العطش الفواطم عنده. يا الله إن شاء الله من عيوني سهل مطالبنا، اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين سيما المنظورين يا رب العالمين. الليلة جمعة ونحن تحت قبة من قبب الحسين، ندعو للمؤمنين والمؤمنات المرضى أصحاب الحوائج. نقرأ الآية 3 مرات بصوت واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمان يجيب أمان أجب المضطرين يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره. يا الله اشفي كل مريض من خصصناهم بالدعاء، من عليهم بشفائك العاجل يا كريم. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم آوي كل مشرد وطريد. اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا. الليلة بعد جمعة نقرأ دعاء الفرج، انت واقف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن أبايا في هذه طوعا وتمتعه. اللهم بلغ روح محمد المصطفى وآله النجبى وأرواح موتى الحاضرين والمؤسسين موتانا وموتاكم، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.